السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين قناة مون فاشون، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وعلى طريقة عمل شنطة بناتي كروس بطريقة جديدة وخفيفة، ان شاء الله تعجبكم. تقدري تعمليها بكل المقاسات وبكل الالوان. ان شاء الله النهاردة معايا خيط المكرمية المصري وخيط مكرمية قطن. قبل ما ندخل على الفيديو كده، الصلاة على النبي كده، صلوا على النبي في التعليقات وتعملوا لي اللايك والشير للاستفادة والسبسكرايب، تنوروني وتشرفوني. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا دلوقتي خيط مكرمية احمر وخيط مكرمية قطن اللي هو مطعم بالسرمة. شنطتنا النهاردة هنعملها على مرحلتين، مرحلة باللون الاحمر المرحلة الاولى، والمرحلة التانية باللون الاسود مع ابرة 5.5 ملليمتر، لان الخيط عندي سميك شوية حوالي 3 ملليمتر. هنبدأ ان شاء الله مع بعض الجزء الاول وهو جسم الشنطة، هنعمله بطريقة جديدة النهاردة بس هتبقى سهلة قوي قوي بالنسبة لكم. هنبدأ مع بعض. بسم الله، غرزة البداية بناخدها على طول على الإبرة كده، دي أول حاجة، دي غرزة البداية مش بتتحسب باب. وبعد كده بعمل 30 سلسلة بعدهم، بعد غرزة البداية هنعمل 30 سلسلة وهنقيسهم على المزورة عشان هنقفل 30 سلسلة دول. هيبقى كده عرض الشنطة معايا انا عاوزاه حوالي 11 سنتي. تمام اهو، هنعمل مع بعض اهو 30 سلسلة وهنقيسهم على المزورة، هيدوني 20 سنتي تقريبا اهو، 20 سنتي. والخيط الشغل بيفرد معايا وانا بشتغل، هيبقى مثلا 21 22، هيبقى معايا بعد كده عرض الشنطة هيبقى 11 سنتي. هعدل السلسلة بتاعتي وابدأ ان انا اقفل في اول غرزة بمنزلقة، بس خلي الشغل معدول معايا. تقدري طبعا تعملي الشنطة بكل الالوان اللي انت عاوزاها، الاحمر مع يعني انت هتخلي الكفر ثابت معاكي في الاسود، وتلوني في الجسم بتاع الشنطة بقى احمر ابيض زي ما انت عاوزة، تبع كل ذوق كل واحدة. تمام، انا طبعا عاملاها بالطلب باللون الاحمر. هنبدأ دلوقتي نقفل منزلقة ونرتفع سلسلة وندخل في الغرز كلها غرز حشو، وفي ظهر السلسلة في النص دايرة اللي بتبقى ورا غرزة السلسلة اهي اللي انا وريتها لكم، دي اشتغلنا قبل كده الطريقة ديت، بنشتغل على نص الدايرة اللي ورا. خلاص كده الشغل معايا اتقفل. تمام، وبقى معايا دايرة هرتفع على الدايرة ديت بقى غرز حشو. تمام، وهشتغل على زوني، مش هشتغل بداية ونهاية لان هي ايه المسافة صغيرة، فمش مستاهلة ان احنا نبدأ وننهي السطر ويبقى عندنا بداية ونهاية للسطر، هتديني خط كده طويل. ما مش مشكلة، نشتغل حلزوني احسن واسهل بالنسبة كمان للمبتدئات، لان هما كتير قوي بيغلطوا في قفلة السطر وبيبان منهم، فاسهل لك ان انت طالما بتشتغلي مسافات صغيرة كده او احجام صغيرة، اللي هو القطر حوالي 11 سنتي المنتصف بتاعه، نشتغله حلزوني على طول داير 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 لحد ما نطلع للمسافة اللي احنا محتاجينها. وانا هنا هشتغل وهطلع بمسافة 32 سنتي. تمام، طبعا هتبقى مفتوحة من الناحيتين، هنشوف بعد كده بقى احنا هنعمل فيها ايه. يبقى ده يعتبر عندي الجسم بتاع الشنطة اللي هو اللون الاحمر ده، ده جسم الشنطة اللي انا هرتفع بيه بقى لمدة 32 سنتي. كده ارتفعت اهو زي ما احنا شايفين، حلزوني داير
وطبعا هي مفتوحة من الناحية دي ومن الناحية دي. بنهي الشغل بتاعي وبقفل بالولاعة، تمام. وهنا هو استهلكوا 32 سنتي، والعرض بتاعها 11 سنتي، من 11 ل 11 ونص كده 12 سنتي، تمام. كده خلصنا بقى المرحلة الأولى. هندخل على المرحلة الثانية وهي عمل الكفر للشنطة باللون الأسود. هنعمل مع بعض اهي غرزة البداية أو عقدة البداية، وهبدأ أرتفع ب15 سلسلة وهشتغل على 14 سلسلة، تمام. احنا هو هنرتفع على 15 سلسلة. نخلي بالنا بقى من شغل الكفر اهي، كده معايا 15 سلسلة. هبدأ ان انا ادخل في اول سلسلة، بقى هنزل اشتغل حشو، واحنا بنشتغل بنفضل نعد الغرز بتاعتنا. ليه؟ علشان افضل تلعب نفس المسافة ونفس الحجم لحد ما اخلص مسافة الكفر اللي انا محتاجه، تمام. هنقيس 15 سلسلة دول، هم طلعوا حوالي 12-13 سنتي، تمام. هو بيبقى اكبر سنة صغيرة عن حجم الشنطة، مش بيبقى قدها بالظبط. خلاص هرتفع سلسلة واقلب الشغل بتاعي وابدأ ادخل في الضلع الخلفي للغرزة. انا هشتغل هنا الكفر بتاعي في الضلع الخلفي للغرزة. عندي ضلع امامي اللي قدامي والضلع التاني اللي ورا، فبدخل في اللي ورا اللي هو الخلفي. هبينه لكم اهو بالابرة، اهو الابرة اهي تحت الضلعين الامامي ده، لا الخلفي بقى اللي ورا ده هنشتغل فيه على طول الكفر بتاعنا. ليه انا اشتغلت بالغرزة دي النهاردة؟ انا اشتغلت بيها لان الخيط عندي اسود مطعم بالسرمة، فمش هتبان فيه الغرز قوي، تمام. فعملت في الضلع الخلفي هنا الشغل بتاعي لان هيديني شغل مضلع، الشغل هيطلع مضلع وبارز، هيبقى شكله حلو قوي قوي لما يكمل. وبالتالي كده انا ابقى استعدت عن الغرز بغرزة الحشو في الضلع الخلفي، هتديني شكل حلو قوي. اهو ارتفعت، بفضل اعد شغالة على 14 غرزة زي ما قلت قبل كده معاكو. بنفضل ندخل في اول غرزة على طول لحد اخر غرزة، ارتفع بسلسلة وامشي برضو الشغل، بفضل اعد الغرز معايا، بيبقوا 14 غرزة ما بيقلوش وما بيزيدوش عشان يطلع الشغل معاكي متساوي كده زي ما انت شايفة، تمام. مفيش تناقص ولا زيادة، خلاص. ده كده الكفر بتاعي طلع 46 سنتي الاسود. كده هنيجي على الاحمر بقى واللي هو 32 سنتي الطول، هنقسمه نصين كده نتنيه، وبكده انا ابقى حصلت على 2 جيب للشنطة، تمام. ممكن تعملي لها قطعة تاني حمراء ويبقى معاكي 4 جيب، تمام. تبقى الشنطة كبيرة شوية، هتبقى حجمها سميك شوية، بدل ما يبقى عندك جيبين هتعملي قطعتين من اللون الاحمر بنفس المقاس. انا استكفيت بس بقطعة واحدة، لكن لو عايزاها باربعة مفيش اي مشكلة، تقدري تعمليها قطعتين وتلزقيهم في بعض زي ما انا لزقت دي كده. وهنبدأ نحط بقى هنا ونقيس الكفر. انا طبعا عاملة الكفر مغطي الشنطة من قدام ونازل عليها من فوق عشان اللوك بتاعها، برضو هبدأ ان انا اظبطه والزقه برضو بالشمع. اهو سهلة جدا جدا، يعني القطعة منفصلة وبنلزقها بالشمع معانا، وبتطلع لنا شنطة شكلها لذيذ وشكلها جديد مميزة غير اي شنطة. اما تخلص دلوقتي هنشوفها زي ما شفناها كده في المقدمة اهي، وما تخافوش الشمع ما بيفكش خالص، بيمسك في الخيط جدا. برضو هقلبها وهحط من ورا كده، وبرضو عشان الزقها في الكفر من ورا، تمام. بس دي طريقة تجميع الشنطة، اتعملت على مرحلتين وجمعناهم مع بعض. المرحلة الثالثة بقى هنعمل اللوك بتاعها والايد، سهلة التركيب برضو، سهلة مفيهاش اي حاجة
اهي كده بقى معايا شنطة من جيبين، جيب خاص للموبايل منفصل، والجيب التاني تقدري تحطي فيه متعلقاتك، والجيب كبير وبياخد حاجات كتير قوي. تمام، ده اللوك اللي انا هحطه اهو، ثبته وثبته في الكفر من فوق، وحطيت السلسلة ايد السلسلة بتاعتها اهي. برضو تقدري تكبري في المقاس زي ما انت عاوزة، وتغيري في الالوان كل واحدة وذوقها، ويا رب التصميم الجديد ده يكون عجبكو، يكون شكله حلو ويكون سهل ان شاء الله بالنسبة لكو، طريقة الشرح تكون وصلت لكو بمنتهى السهولة. قولولي رأيكم في الكومنتات، وأحب أعرف بتشاهدوني من أنهي بلد، وأي سؤال تحت أمركم في الكومنتات. ما تنسوش بقى اللايك والشير سبسكرايب فضلا وليس أمر. أهو حاطة في الموبايل لوحده، والجيب التاني تقدري تحطي فيه أي متعلقات ليكي. يا رب الشنطة تكون عجبتكم النهاردة، والتصميم الجديد ده يكون عجبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد من قناتكم مون فاشون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله.